صباح العسل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ لسه صاحي دلوقتي وحاسس ان انا غيان جدا، سخونيه وزوري مقفول وجسمي مكسر. المشكله بقى ان انا عندي طياره النهارده للسعوديه، وهناك مفيش وقت للراحه، عايزين نصور اكبر قدر ممكن من الاماكن ونعمل حاجات كتير. ف يا رب ادعولي. يلا بينا نبدا اليوم. الحمد لله جهزت الشنط وجاهز دلوقتي للرحيل، ولكن الأول خلينا ننزل نصلي صلاة الجمعة ونطلع نلم حاجتنا ونتوكل على الله. يلا بينا. يلا الحمد لله وشكر لله. خطبة قصيرة كده خفيفة، ودلوقتي لازم نتحرك على طول عشان أروح المطار بقى. الحال المطار. السلام عليكم. So let's go. Leader not good. Yeah, I know. This is a big problem. Okay. Change. You don't have change? Mm-hmm. With my visa and everything? خدنا البوردنج تيكت، دلوقتي متوجهين على ختم الخروج من قطر عشان ان شاء الله ندخل بقى المنطقة الحرة، ومنها هنتوجه الى الجيت بتاعنا. ولكن يا جماعة تعبان جدا يا جماعة. بص، اولا مش قادر اكل، يعني ما اكلتش حاجه، ما فطرتش اصلا. ثانيا تعبان، يعني مرهق جدا، مش قادر اشيل الشنطه، تخيلوا. فربنا يسترها ان شاء الله واخف في اسرع وقت ممكن يا رب. داخلين اهو، يلا بينا. هصدقني لو قلت لك ان احنا دلوقتي موجودين في مطار. مطار حمد الدولي فاز بلقب اجمل مطار على مستوى العالم. المطار خرافي، يعني انا لو قعدت هنا مثلا 7 8 10 20 ساعة ترانزيت، ما اعتقدش انها هزهق. عندك ترانزيت طويل في المطار، ممكن تدخل خيمة من الخيم دي وتنام جوه او تريح براحتك، مريحة جدا وجامدة جدا، وقدامك الحديقة دي كلها. تعالوا نلف مع بعض ونشوف المطار كويس. قولي بقى تحت بالتعليقات ايه رأيكم؟ هل يستحق اللقب ده ولا لا؟ يلا. لسه منتظر انا هنا الطيارة. خلاص قدامهم نص ساعة 40 دقيقة ويفتحوا واقدر ادخل يعملوا بوردنج، ولكن انا متحمس جدا برغم التعب برغم اي حاجه، اني هقدر ان شاء الله باذن الله قريب قوي خلال يومين 3 4 هكون ان شاء الله في اطهر بقعة على وجه الارض، هقدر اعمل عمره باذن الله. يعني دي هتكون اهم واعظم حاجه عملتها في حياتي اكيد. فالله ييسر والله يوفقك ان شاء الله باذن الله. دعواتكم وهتابع معاكم كل حاجه، هوريكم بقى التجربه كامله من اولها لاخرها ازاي الموضوع ده بيتم، لان اغلب الناس بيروحوا ومحدش فيهم بيفكر يصور اصلا التجربه دي تحديدا يعني. فان شاء الله هوثقها لكم بكل تفاصيلها. قول يا رب. انتوا اللي قاعدين جنب مخارج الطوارئ، فانتوا لو حصل اي حاجه المسؤوليه عليكم انتوا تفتحوا الباب واول ناس تنزل. مسؤوليه كبيره يا جدعان، انا عايز انام شويه، ده يعني كده مش هينفع، مش احنا قد المسؤوليه. لا مسؤوليه كبيره. مستنيين الشنط تخرج، مش عارف اتاخرت قوي، بقى عندي فوبيا موضوع تاخير الشنط ده عشان ما تروحش تاني زي ما راحت في هناك ان شاء الله. المهم وصلنا السعوديه بالسلامه، احنا دلوقتي مطار الرياض، قدامنا الدخول وكله زي الفل. ان شاء الله نقضي يومين حلوين في الرياض ثم ننطلق بعد كده الى مكه. يلا الشنط هتيجي باذن الله. يا مساء الفل محمود باشا، واخيرا التقينا. عامل ايه؟ تعبناك معانا حبيبي، الله يسعدك. يلا بينا. حاجه عملناها طبعا اول ما وصلنا، غيرنا عملة 100 دولار، 374 ريال. في المطار الريت مش حلو قوي فبتغير بره، لكن هنا بيقولوا ان هو واحد، فهنشوف الموضوع ده هل هو واحد فعلا ولا لا لما نخرج كده ونقضي يومين ثلاثة. بس المطار ده يا جماعة متواضع قوي، على قده. مساء العسل والجمال، احلى ناس في الدنيا كلها. وصلنا الرياض ولسه حالا داخل الفندق، وده هيكون اول فلوج من الرياض. طبعا انا واصل تعبان جدا ومش قادر اقف على رجلي، المفروض انا اريح، ولكن انا مش بتاع تعبانين يا جماعه. بقول لكم ايه، يلا تعالوا معايا. جينا هنا يا جماعه علشان حبات هنا النهارده في قلب الصحراء نخيم ونعيش الاجواء الجامده جدا. مفيش وقت للراحه ولا جو للفنادق ولا الكلام ده كله، هنخيم هنا وهنقضي يوم جامد جدا. يلا بينا.